غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو سلام ونعمة. أيوة هللويا برز روح. سلام ونعمة. أهلا وسهلا. مين؟ سيدة ريبون. ألو أيوة معاك سيدة ريبون. معاك أبو مريم من أمريكا. سيدة ريبون لعلي سعادتك بخير يا فندم. أبو مريم أيوة حضرتك ما تعرفني. أيوة يا أبو مريم عايز مين؟ أنا عاوز حضرتك الشيخ ريبون. حضرتك مسؤولة كبيرة. ألو أيوة حضرتك مسؤولة كبيرة. أيوة فندم أنا سامعك صوتك زي البلبل. تاني يا أبو مريم. تاني أيوة تاني وتالت. أي مشكلة؟ أيوة ايوه تاني وتالت. يبقى انت امين ولا يبقى انت مين بالظبط؟ ما انت عايز ايه؟ ايوه تاني. ايه المشكله تاني؟ انا واسمي وسام عبد الله. أيوة. وبتصل بحضرتك الان. ايه؟ وسام عبد الله وبتصل بسعادتك. اسمك ايه يا فندم؟ وسام. الو اكتب الاسم. سجلي المكالمه واديها للجماعه الطيبين دول. سجلي اسمك. لا صدقني ما عنديش. طيب ما انا قلت لك انا وسام عبد الله. وسام عبد الله استفسار بسيط. ايوه استفسار بسيط. استفسار بسيط يعني طبعا. نعم. استفسار بسيط بس من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس سهل بك. الكتاب المقدس بيقول في حزقيال 23:20 وعشقت معشوقيه الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. ممكن تقولي لي ما معنى الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده لو سمحت؟ لو تحب حضرتك اجيب لك التراجم الاخرى او التراجم باللغه الانجليزيه ما عندي مشكله. النص الانجليزي بيقول their genitals like the genitals of donkeys and their semen the semen of horses. حددت ايه النص ده بيتكلم على ايه؟ لا الكتاب بيقول وعشقت معشوقهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. ايه راي حضرتك؟ الكلام ده بيتكلم على ايه حضرتك؟ بيقول لك الجهاز التناسلي للراجل مثل الحمار والمني مثل الخيل. حزقيال 23:20 حزقيال 23:20 وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. اللغه باللغه الانجليزيه بيقول ذا جينيتلز يعني القضيب يعني الجهاز التناسلي لايك دانكس في حجم الجهاز التناسلي للحمار وذير سيمنز السائل الونوي. قفلت التليفون. يا جماعه الخير انا السؤال طبعا في ناس بتضحك. العمليه مش ضحك والله بالظبط كده زي ما هو كده. دي واحده محترمه دي يعني انا عاوز افهم اي واحد بيعتقد الكلام ده كلام الله يقول الكلام ده لامه او اخته او بنته يقراه مش ده كلام الله يقراه لها. كان معانا لواء مباشره الان الشيخ يقول مسؤولة كبيرة جدا في الأبرشية بالمنيو. إيفون أبرشية بالمنيو طبعا إنجلي. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله الله اكبر تكبير كل تكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء.